وإنني أعبر عن صادق امتناني للزملاء في أمانة الاتفاقية الأممية المعنية بتغير المناخ الذين عملوا في الخفاء وبدون كلل أو ملل من أجل ضمان الإبقاء على هذه العملية في شكلها المستجيب لواقع الحال، وأن الانتقال من رئاسة للمؤتمر إلى رئاسة أخرى تتم بكل يسر وفعالية. وإنني أعبر عن صادق امتناني للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منذ تقديمنا لترشحنا قد تقدم بكافة الدعم والمتابعة للحكومة المصرية ومؤسساتها من أجل مواصلة العمل على عقد هذا المؤتمر بهذه الطريقة المنظمة التي شاهدناها، ونتمنى أن نكون قد وفينا وأنكم تمكنتم ليس فقط بالاستمتاع بوقتكم ها هنا بل وصلتم إلى المنجزات التي ترصدونها. كذلك أشكر فريق عمل رئاسة كوب 27 نساء ورجالا عملوا إلى جانبي على مدار الساعة على مدى أزيد من سنة وجعلوا من مؤتمر الأطراف هذا حقيقة وواقعا على مستوى اللوجستي والمادي والمضموني، ومن دونهم ما كنا سنصل إلى هذا الموصل، وسأبقى دائما ممتنا لهم على هذه المثابرة والقدرة على الصمود. إذن أصحاب السعادة، إذ نختتم أعمالنا فإنني أكيد بأنكم ستستحضرون ذكريات إيجابية على هذا المؤتمر وعلى ثقافتنا وبلادنا كذلك، ستستحضرونها على مدى سنين. وأخيرا أعبر لكم أيها الزملاء والأصدقاء عن صادقي وعميق امتناني وشكري على أريحية صدركم وقبولكم ومتابعتكم في هذه العملية من أجل تحقيق الهدف المشترك. لم تؤلوا جهدا أبدا، وأقدم لكم كل آيات الاحترام والتقدير. شكرا لكم. Thank you.